السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في فكرة عندي ولقيت التطبيق ده ممكن يسهل أشرح الفكرة بتاعتي. الفكرة هي إيه؟ لو أنا دلوقتي عندي مشكلة وخليت الذكاء الصناعي يساعدني في حلها، مش بس كده لازم أسأله بعد كده أنت حلتها إزاي عشان أبقى فاهم الخطوات إزاي هو قدر يوصل للحل. يعني مش مجرد يقول لي ده هي 5 طب لأ أنت إزاي وصلت للرقم دوت عن طريق كذا كذا كذا. طيب التطبيق اللي هنشوفه دلوقتي اسمه البرت برو. دلوقتي مثلا ايه، ممكن ترفع له صوره يكون فيها مساله يعني لغز كده لقيته، فيبدا يقول لك على حل اللغز دوت. تمام، ممكن تكتب له انت معادله، تمام، ممكن تدي له حاجه يحلها. طيب هو حلها، طيب تقدر تقول له ايه، وي جات ات، احنا شفناها. ممكن تقول له ايه، اشرح لي طريقه الحل. لو ما فهمتش قول له اشرحها لي تاني بطريقه ابسط. تمام، هو كده شرح لي الخطوات. تمام، فده احنا عايزين نستخدمه على طول، يعني ما تكتفيش ان هو قال لك على الحل اللغز وصل ازاي. يعني فرض مثلا ان انت عندك سؤال في الدين، طب مش تسالش شات جي بي تي في الدين، لا سالت شيخ فقال لك حلال. حلال ليه؟ عشان ابقى فاهم واطمئن، قياسا على كذا، قياس تمام. ما اقتنعتش تساله تاني، طب ليه، طب ازاي، وهكذا. فده اللي احنا عايزين نتعود عليه. انما لو احنا كل مره نسال شات جي بي تي مخنا مش هيفكر، فهيحصل له يبطل ان هو يشتغل. فلا لازم كل شويه اقول له طب جت منين، طب انت وصلت لها ازاي، طب حلها لي تاني، وهكذا. التطبيق ده على فكره ممتاز، ممكن تسطبه على الاندرويد او الموبايل بتاعك، هيبقى خطير يعني. تمام، ممكن تقول له انا عايز اسطب الابليكيشن بتاعي، هو بيديك حاجات مجانيه، تمام، تجربه مجانيه، وبعد كده لو عايز تشتري ما فيش مشكله، تقدر ان انت تشتري مثلا تدفع اشتراك شهري وحاجات زي كده. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشتري عشان بس تعرف السعر كام، تمام، دولار او 2 دولار مثلا في الشهر. الفكره كلها ان هو بيساعدك شويه. انت حتى ممكن تروح لشات جي بي تي وتدي له سؤال، لكن هنا او مخصص الذكاء الاصطناعي في حل الواجب، بس مش عايزين طريقه غش، عايزين طريقه حد بيساعدك في ان انت تفهم وتقدر ان انت تتعامل بشكل كويس.